الله أكبر الله أكبر الله أكبر. والجزائر جعلت الرعب في قلوب بني صهيون. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة على قناة أنا حساب الحاج. برحب بكم أحباب الفلسطينيين في كل مكان، العاشقين للقضية الفلسطينية والمؤمنين تماما بأن الاحتلال الصهيوني سيزول من الأراضي الفلسطينية المحتلة. طبعا بنشوف المواقف المشرفة العديدة من الشعب الجزائري اتجاه القضية الفلسطينية، بنشوف هاي المواقف اللي خلت الاحتلال الصهيوني يتأكد تماما بأن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، بأنها مع فلسطين في جميع المحافل الدولية، في جميع المحافل المحلية، بأن الجزائر تقدم الغالي والنفيس، الغالي والرخيص من أجل فلسطين ومن أجل الدفاع عن فلسطين. هذه المواقف المشرفة التي جعلت بعض الإسرائيليين يركبهم الخوف. طبعا وأنا بقلب على مواقع السوشيال ميديا لقيت بعض الصهاينة اللي منزلين على صفحتهم وبقولوا يخوف أنه الجزائر تشارك مع فلسطين ضدنا، تشارك مع فلسطين الحرب. يا الله، هاي الكلمة لحالها دليل على أن الإسرائيليين مرعوبين رعب من أهلنا في الجزائر، مرعوبين يعني لدرجة يعني غير طبيعية وغير مهولة من أهلنا في الجزائر، مرعوبين بأنهم يواجهوا أهلنا، لأنهم عارفين أن قوة أهلنا في الجزائر قوة عظيمة، أن أهلنا في الجزائر اندقت طبول الحرب عندهم فستنتهي إسرائيل في يوم واحد. فعن جد عن جد عن جد هذا الشيء أتلج وأفرح كل الفلسطينيين لما بتشوف الخوف الزرع في قلوب بني صهيون من أهلنا وشعبنا في الجزائر. بأكد للعالم أجمع بأن أهلنا بالجزائر هي الأولى إفريقيا ومحليا وجيشا وقوة وكل شيء. بأكد تماما بأن الاحتلال يرتعب من شيء اسمه الجزائر. ليش الجزائر سبحان الله ما زالت لحد الآن بتتفوق وبترتقي وبتعلو مقاما بين الأمم وقوة بين الأمم واستراتيجيا وكل شيء؟ لأنها والله تناصر الحق ولا تناصر الباطل. فهذا عظيم جدا وشرف عظيم لأهلنا وشعبنا في الجزائر ولفلسطين أيضا، أن نرى بأعيننا دولة مثل دولة أهلنا بالجزائر مناصرة للحق ومدافعة عن فلسطين. عارفين الإسرائيليين إيش بيقولوا؟ عارفين بيقولوا يعني رغم أنه الحمد لله مقاومتنا الفلسطينية مستعدة ومواجهة لهذا العدوان يعني بشكل كبير، وتقدم الغالي والرخيص من أجل حماية شعبنا الفلسطيني، ولكن عارفين الصهاينة إيش بيقولوا؟ بيقولوا والله يعني لو طرف جندي جزائري شارك الحرب مع غزة، شارك الحرب مع المقاومة الفلسطينية، احنا انتهينا. يعترفون بألسنتهم بهذا الشيء، ورأينا بعض المنشورات عبر صفحاتهم الصهيونية المخزية العار عليهم وعلى كل جنودهم، وهم يعترفون خوفهم الكبير ورعبهم الكبير من الجزائريين. فيا الله يا أهلنا بالجزائر كم زرع، يعني ما أجمل الرعب الذي زرعته في قلوبهم، ما أجمل هذا الشيء الذي نفتخر ونعتز به ونحتدي به ونرفعه تاج فوق رؤوسنا. بإذن الله سيبقى المحتل بإذن الله مسطر اسمه في مزابل التاريخ ولا مكان له بين الفلسطينيين، وترفع القبعات وترفع التحيات لأهلنا وشعبنا في دولة الجزائر. فمن هذا المنطلق نقول لكم أهلنا بالجزائر، والله نحن معكم ظالمة أو مظلومة كما تقولون أنكم مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. نقدم لكم كل الشكر، نقدم لكم كل العرفان، نقدم لكم كل المحبة كل الود، من قلوبنا نحبكم، من قلوبنا نعشقكم. والله لو تطلبوا دماءنا لأن تقدم لأجلكم ستكون رخيصا، رغم أن فلسطين ما زالت الآن تشوف الألم وتشوف الحزن. طبعا إحنا بنشوف كتير وشفنا عبر مواقع السوشيال ميديا فلسطين تواجه الآن ألما كبيرا، أطفال يحرمون من آبائهم وأمهاتهم، كبار وشباب يحرمون من يعني أمهات، يحرمون من أبنائهم، كبار يحرمون من هذه الدنيا ويحرمون من مستقبلهم ومن زهر شبابهم، صبايا لا ذنب لهم يقتلون بأي ذنب. يعني فما ذنب المدنيين من غدر هذا الاحتلال الصهيوني؟ ولكن بكل تأكيد أملنا بالله عز وجل كبير،
وبإذن الله لن تنتهي هذه الحرب إلا بتحرير فلسطين من دنس الاحتلال الصهيوني، لأن لا مكان للاحتلال الصهيوني في غزة بإذن الله وفي فلسطين كلها، ليست في غزة بالتحديد. فمن هذا المنطلق بنوجه تحياتنا لمن زرعوا الرعب في قلوب الإسرائيليين، هم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، ونشكر المواقف المشرفة والثابتة اتجاه قضيتنا الفلسطينية، ونوجه لكم كل التحيات. في هذا المطاف حبابنا الكرام وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، أتمنى أن تدعو لفلسطين وشعبها أن يعم الأمن والأمانة على إسرائيل على 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 فلسطين، وأن تزول إسرائيل من بلد من البلاد الفلسطينية، وأن أصلا لا مكان لفلسطين لا مكان لإسرائيل آسف وسط فلسطين. بكل تأكيد نحبكم نعشقكم أهلنا وشعبنا في دولة الجزائر، والقدس عاصمة لفلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى، ونسأل الله أن يأتي الأمن والأمان على جميع البلدان العربية. إلى هنا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلامة للجميع، والقدس عاصمة لفلسطين، شئتم أم أبيتم، وشاء من شاء وأبى من أبى. وعلى قولة الياس اللي مش عاجبه يجي يشرب من مجاري غزة مش من بحر غزة النظيف، لأنه عار أنه واحد مخزي يجي يشرب من بحر مشرف فيه فلسطينيين. كان معكم للعلمي حسام أبو الحاج، إلى اللقاء. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم، لمن قال نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كان عاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكو بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالذاخر. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين أسامة الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. يسعد صباحك يسعد مساكي، أرض الجزائر بعشق هواكي، اسأل التاريخ عن اللي جاكي، تشهد الشهداء برضك مدفونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. شعبك الطيب يا هالجزائر، يعيش بمحبة مع طير الطاير، فلسطين دمي عشق الجزائر، اسألوا عنها الشهداء المليون. عاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم. واللي عاديكي مقبور بأرضك، اسأل التاريخ عن عادي مرك، تمحق الغازي وترد العادي، فلسطيني حبك شعبك ميهونة. فلسطيني وعاشق أرض الجزائر، أنا كنعاني وفيكم بفاخر، يسلم ترابك يا الأرض الخضراء، يسلم هالشعب الحر وهالداخل. هذا العمل إهداء من ابن فلسطين حسام أبو الحاج إلى شعب الجزائر العظيم.